بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمال نظرات وأمالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة نبثها بعد عودتنا من قاهرة المعز كان يجب علي كما وعد بعض الإخوة أن تكون هذه الحلقة بالأمس لكن حقيقة أمراني كان سببا في تأخيرها إلى اليوم أولهما أنني جئت تعب جدا كانت رحلة شوية فيها نوع من أنواع الصعوبة وكانت كمان رحلة طويلة يعني نحو 15 ساعة لغاية ما وصلت البيت يعني فدي كانت فيها إشكالية الناحية الحاجة الثانية إنه كمان مع جيتي كان هنالك عزاء يجب علي أن يعني اذهب للعزاء الذي فيهما واحد شويه قديم كان قبلي حضوري واحد حدث بالامس فكان هنالك عزاء كان يجب أيوة ان اكون هنالك وبالتالي تاخرت قليلا فمعذر حلقتنا اليوم عن اللقاء في اصداء مع الفريق اول ركن مهندس طيار الدكتور صلاح عبد الخالق وهذه الالقاب صحيحه جميعها ما في ما في حاجه غلط الرجل فريق اول ركن الرجل مهندس فعلا والرجل التحق بالكلية الحربية كتقني مهندس طيار ثم نال درجة الدكتوراه في الأعمال إدارة الأعمال بحسب ما ذكر وكمان من أمريكا أونلاين فالرجل من حيث الألقاب متين يعني مليان ما في كلام في ده وإذا قريت الألقاب بس فإنت تتخيل في إنك أمام رجل علام على أقل تقدير يعني يفهم ماذا يحدث ويستطيع أن يجيب على كثير من الأسئلة التي يعني لا توجد لديها لديك إجابة واضحة اللغة الحقيقة تم أظن يوم ثلاثة تسعة و انا بالنسبه لي اللي بعده غايه في الاهميه غايه في الاهميه لانه نمره إن واحد كان عباره عن شهادات او اعترافات لبعض الاحداث اللي كانت موجوده ومن شخص عاش هذه الاحداث كاحد مكونات يعني لا هو سمعة زي ما نحن سمعناها او شاهدناها انما عاش كواحد من الذين آه يعني انغمست يدهم في هذا العمل. اثنين الحدث نفسه اللي هو الثوره السودانيه في ديسمبر ثم سقوط الانقاذ في 21 في 11 ابريل آه ثم تكوين المرك المجلس العسكري، ثم ما حدث اثناء المجلس العسكري الى ان آه كان في اغسطس على ما اذكر اعلان المجلس السيادي وخرج من الصوره الفتره دي كلها عاش كاحد الابطال الرئيسيين في هذا العمل وبالتالي فانت بتاخذ الجول من خشم سيد في هذه الحلقه سنحاول ان ندرس امرين مهمين جدا اولا طبيعه هذه الاعترافات او الشهادات اذا أردت. الأمر الثاني حنحاول تحليله من ناحيتين، من ناحية شخصية الرجل ومن ناحية ما أصلاً ما حدث بالنسبة له وللآخرين. كيف أدى الوضع الذي كانوا فيه إلى ما نحن فيه الآن؟ ودي مسألة في رأيي أنا غاية في المهمة ربما واحد يعجب الكلام اللي قالوا الفريق صلاح عبد الخالق وربما شخص اخر لا يعجبه هذا الحديث وربما شخص بين هذه وتلك لكن ما يهمنا انه دي شهادات للتاريخ والتاريخ بيكتب في بعض يعني الاوقات بيكتب سماعيه تسمع من أبطالة او من الذين يعني كانوا معاصرين لهذا الأمر، فهذه واحدة مهمة. أذكر يعني المتابعين والمشاهدين الكرام بأن صلاح عبد الخالق هو ذلك الشخص الذي قال في اللقاء بتاع الفضل الاعتصام دون ان يدري ان الميكروفون مفتوح والله الناس ديل ما عارفين سألوا والله انا اصعب من حميتي او الحقيقه قال انا اقعب من حميتي ده نفس الشخص ده نفس صلاح الموجود. طيب برضو من الحاجات اللي يجب ان نديها اعتبار هو انه الرجل ده كان قائد القوات الجويه والزول لما يكون طيار من الوهلة الأولى كده أنت بتسمعها زي لما يقول لك الزول ده دكتور يعني حتى لو أنت ما عرفته دكتور في شنو ممكن يكون دكتور في في الأدب الإنجليزي ممكن يكون دكتور في الإحصاء لكن أنت بس مجرد أن تسمع كلمة دكتور بتتذكر المستشفى وتتذكر كده لما يقول لك الزول ده طيار في القوات المسلحه معناه ده زول اوف هاي كاليبر زول ما لي مركزه يعني يعني زول ما ساهل يعني. انت بتتعامل معه على انه هو شخصيه آه كبيره لذلك احنا عايزين نمشي في هذا الاتجاه ونمشي ان احنا مع شخصيه مفروض انها شخصيه عاليه الكفاءه آه تدرب التدريب جيد لغايه ما وصلت لدرجة فريق اول هو أقدم من الموجودين حس... الآن هو بحسب ما نطق في هذا اللقاء إنه هو أقدم بدفعة من البرهان نفسه وهو يبقى التراتبية هنا ما كان عندها أثر ودي الحقيقة واحدة من الحاجات الجديدة اللي ظهرت لي أنا إنه التراتبية العسكرية ما جابت البرهان ما جابت البرهان أبدا جابت البرهان حاجة أخرى ايضا الرجل كان مميزا كونه طيار وايضا رجل درس اداره اعمال حتى وان يعني في ناس كثيره عندها راي في القصه بتاعت الدكتوراه اونلاين لكن هو درس بعيدا من انه صح غلط ما كويسه ما كويسه هو دكتور فمعناها في جعبته أو في مخيلته أو في راسه أو في عقله في كم هائل جدا من المعلومات دكتور دي معناه ريفرنس معناه مرجع يعني فهل اللي احنا شفناه وسمعناه هل كان كده وقبل أن أذهب بعيدا نريد أيضا أن نتعامل مع شخصية محورية في هذا الحديث أخرى اللي هي حميتي وده لازم نربط المسائل مع بعضها شخصية حميتي وعشان الناس ما تجتهد كثير مرة ثانية حميتي بالنسبة لي أنا جنجوي وهذا يكفي حميتي الجنجوي ده الرجل اللي اسمه صلاح ده قال عنه كلام لم يقله مالك في الخمر وكله في صالح حمتي ما ضد الرجل ده كان معاه في المجلس العسكري وبالتالي ما في يعني حنقول كلام كثير لانه الشخصيه المركزيه في في الحديث ده هي حمتي تعالوا كده نشوف المشهد الجاي ده احنا هنتكلم عن شيء الطياره ضربته ايه يوم 17 والله هم بيقولوا في الحته الناس الدعم السريع سامينا العمليات في الشارع هي بيتختم يعني كانت زمان العمليات تابعه لجهاز المخابرات بس جهاز, جهاز المخابرات ما بين المطار والادله الجنائيه بس في ذلك المكان مو طبعا لكن انا ما حاكشف هالسؤال خلاص بس المهم عرفوه هنا و ضرب هنا بالطيارة نعم بعد ذاك ما الطيار بيقول إن احنا أصيبنا العربية خلاص ممكن يكون ما فيها لا ما ممكن يكون ما فيها دي فيها فيها دي فيها دي فيها. معلوم ما معلومة ما أعرفش أسرار لكن معلومة مؤكدة وفيها يعني هو ما متأكد أنت لا ما متأكد لكن الصاروخ ده اصاب العربيه دي متاكد منها انت سعادتك في تصريحك قلت انه هو مات واظهر الدكتور فلان الفلاني خلاص انا جايك للتفاصيل أيوة. لسه ما تكلمنا في التفاصيل نعم نتكلم ست. طيب نحن دلوقتي سمعنا الفيديو المصاحب الفيديو المصاحب ده كان يتحدث عن سؤال بدأ بسؤال حميتي مات بدينا طوالي مباشرة أيوة مات بعدين أهم ما في الفيديو هو الطريقة التي أنا حقول أصيب بها حميتي قال إنه في طيارة كان لديها معلومات عن وجود حميتي في شارع ختم عبيد وعبيد ختم و ضربته بصاروخ او قصفته بصاروخ ومات بعد كده سألوا المذيع قال له يعني حميدتي مات قال لا انا ما متأكد ثم بعد فتره سألوا عن حميدت مات قالوا والله ما معناه والله نحن ال... عندنا في الطيران ده ال... بتضربوا الطياره بصاروخ ده لو يوم القيامه نادهم ما بقوم وبعيدا عن انه يعني الحديث في الحته دي ما صحيح وممكن يدخلوا في مشاكل مع ال... اهل الدين يعني انه ده كلام يعني ما مفروض يقول شرعا و وما الى ذلك لكن ما يهمنا هو هو قال شنو هو في في المقطع او المقتبس السابق اكد على عده حقائق نمره واحد انه تمت اصابه او قصف العربه التي كانت تقل حمتي في شارع عبيد ختم عند ما يعرف بمكتب العمليات وانه هذه أو هذا القصف حقق غاياته في إصابة هذه العربة دي نقطة مهمة جدا جدا هنرجع لها النقطة الثانية هو ما يمكن أن نصفه بالتردد وده بيوريك في أكثر من حالة طيب هو قال في الأول إن حميدتي مات وأكد على هذه المسألة في أثناء الحوار إنه هنالك فريق طبي مكون من 13 طبيب هؤلاء الأطباء الثلاث عشر قاموا بمعالجته في مستشفى شرق النيل وعلى رأسهم فضيل وقال إنه فضيل قريب حمتي وده ممكن يكون هو السبب في ثقة الناس في فضيل وذكر حتى اصيب وين يعني. بعد كده في الاول اكد مماته ودي المره الاولى اللي الفريق صلاح يؤكد مماته لكن ثاني قال انا ما متاكد هذا التردد يجب ان يكون في الاعتبار ليه يعني؟ ما هو زول قال انا متاكد. بعد كده تراجع حتى عن هذا التردد. او الشكك في انه مات او ما مات بانه والله نحن بنضربه بصاروخ ده يوم القيامه ذاته ما 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 بيقوم فدي حاله يمكن ان نفهم من خلال اشياء كثيره جدا ليه الجيش اصلا ما داير يقول حميتي حي ولا ميت يعني الجيش كله كل القوات المسلحه ما هي كانت في عمليه اكد أه صلاح وليس غريبا ان انه يؤكد صلاحنا انه صلاح كان قائد القوات الجويه وبالتالي هو حتى لو ما كان في اليوم ده موجود ممكن ان يعرف المعلومه دي من الضباط الموجودين هناك حدد اليوم ده كمان يوم 17 عشر آه افتكر او شيء من هذا القبيل فحدد اليوم كان يعني تفاصيل العمليه اتعرفت بالشكل السؤال بعد هذه الضربة لماذا ترك حميتي يسهب إلى دا يعني إلى, 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 إلى شرق النيل ما هو عشان يمشي من عبيد حتم لشرق شرق النيل ده حيشق له بحر ومغابر وجبال وأسهل وكباري طيب ليه تريك يمشي المسافة دي كلها لماذا لم تلاحقه الطائرة مرة أخرى أو حتى يلاحقوه يعني الناس بسيارات بل تاتشر مثلا ليه؟ طيب العمليه دي اكدت حاجتين ايضا او الحاله دي اكدت حالتين انه كان في معلومات استخباريه جيده جدا عن الحركه بتاعت حميتي وبالمناسبه برهان قال الكلام ده قبل كده قال نحن عارفين حميت دا قاعد في بيت منو مرق بيت منو وذكر وجد صالح تحديدا فليس غريبا الكلام اللي قاله صلاح ده انه في عمليه استخباراتيه تمت عشان يعرفوا حميتي دوين عشان الطياره دي تصيبه الطياره دي فيها في الجو عشان الطياره دي تصيبه لازم تعب مش كده وبس كان هنالك شخص أو مجموعة أشخاص موجودين في نفس المكان اللي أصيب فيه آآ آآ حميتي لأنه لا يمكن أن تعطي إحداثيات ويتبعين عنه. ما هدف متحرك. العربية ما هدف ثابت. يعني ده مع البيت. فالعربية دي هدف متحرك. وبالتالي الزول اللي عنده است... احداثيات ده كان قريب من العربيه دي بشكل او باخر فتم اصابته لكن السؤال الطياره دي تبع منه. الجيش هو ثلاثه طيارات كانت موجودات في وادي سيدنا بقيه الطائرات كانت في مروي وتم تعطيلها جميعا بعد بدايه الحرب واصلا مروي اشكاله شنو انه كان فيها الطيارات وكان فيها الكتيبه المصريه وده كان عامل هديك او كان عامل صداع لحميتي ومجموعته في انه لابد من تعطيل مروي اولا لانه ما بيقدر يهاجم وادي سيدنا بيكون بدا الحرب قبل ما هو عايز ما بيقدر يهاجم وادي سيدنا ما ما بيقدر لظروف خاصة بطبيعة وادي سيدنا الجغرافية ولظروف أيضا خاصة بأنه مهاجمة معسكر الجيش بشكل مباشر آه بدون سبب مغنع معناها الحرب قامت لذلك هو اختار المكان البعيد لأنه نعم فيه آه الكتيبة المصرية دي بالإضافة إلى آه كل الطيارات الموجودة كانت موجودة هناك ما كانت في وادي سيدنا فالطيارة دي جاءت من وين في بداية الحرب وحنفترض انها طيارة تابعة للجو السوداني الكان سايقة دمنه دي مسألة هو طبعا ما قالها وله حق يعني رجل برضو يحتفظ ببعض السرية ما في زول بيقدر يقول فيه آه ما يعني ما في زول بيقدر يقول له انت تطلع في برنامج عام آه حتى لو كان المذيع عسكري زيك وقول كلام زي ده يعني ما ما بفتكر انه من الحكمه انه يقول كلام بالشكل ده، لكن احنا نسال يعني الطيارات دي جات من وين؟ الطياره اللي ضربت حميدتي دي جات من وين؟ وليه الجيش لغايه الان ما قال ما داير يقول انه انا حتى ضربت حميدتي، يعني الجيش لم يصرح بذلك في حديث البرهان اللي انا قلت فيه هو عارفين انه متحرك كيف البرهان قال كلام الناس اعتبرت او انا قريت عن في تعليقا على الفيديو بتاع البرهان ده انه البرهان قال انه حميت حي لكن لما انا فهمته من البرهان يعني ارجو انكم ترجعوا للحديث بتاع البرهان ده اللي ذكر فيه حميد حي او ميت رايي الشخصي حميد البرهان يميل الى انه اللي موجود الان ده ما حميد وربما يكون ده واحد من اسباب اللي مخلي الجيش اصلا ما يمشي جنيف وما يمشي اي حته ويتمسك بقميص عثمان بتاع اعلان جده يعني ده ده انا ربما ما يكون صحيح يعني يمكن لانه انا اصلا عندي اعتقاد بانه حميتي ما حي او حتى اذا حي حميتي الموجوده الان مش بمعناه الفيزيكال الطبيعي يعني الجسدي يعني انما بمعناه الفكري غير حميتي اللي كان قبل قبل يعني نحن بنتعامل مع حميتي جديد بغض النظر عن انه جديد من ناحيه دي ان ايه ولا جديد من ناحيه ثانيه جديد فكريا يعني يعني احنا بنتعامل مع حميتي ليس حميتي اللي كان قبل الحرب لذلك هو بالنسبه لي انا في الحالتين ميت في الحالتين ميت لكن لو رجعت للحديث بتاع البرهان، البرهان ما قال انه حمدت حي. ما قال اصلا انه حمدت حي، واميل الى ان يكون قال انه حميد اصلا ما موجود وميت. لكن ارجعوا، ما ده تفسيري انا، سيبك من تفسيري انا. طيب كده تعالوا نشوف حاجة ثانية مهمة جدا، هنتكلم فيها. نشوفها مع بعض يا جماعة حميدتي في واحدة من تصريحاته بيقول انه هو النجل اي نعم البشير من من, من بيته من بيته لكوبا ايوه حميدتي قال زول دين في السجن ده حميتي في الاجتماع ليه قال لكم كده؟ ما بعرف شنو كان رايكم؟ ما في زول ثاني بيقدر يقول راي اخر يعني <applause> شاهدنا واستمعنا سويا للمقتبس اعلاه والمقتبس ده فيه اكثر من حاله في الحاله الخاصه بالبشير نفسه هنجي ليها دي وفي في اخر المقتبس في عباره مهمه جدا عايزين نجيب فيها كتير لانه العباره دي لو قدرنا نحللها بشكل صحيح آآ بنقدر نفهم آآ كيف كان يتعامل المجلس العسكري، ثم بعد ذلك كيف كان يتعامل المجلس السيادي، ثم لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. طيب الرجل ده في آخر المقتبس قال: حمدتي لو قال حاجة ما في زول بيقول له لا. دي جانب لكن خلينا نبتدي الاول في الجانب اللي جاب الكلام ده قال انه حميتي هو الذي قرر انه عمر البشير يمسي السجن عمر البشير اتفق او تغافل او اي تعبير يمكن ان تقول في هذه النقطه المجلس العسكري وخلاه في الإقامة الجبرية في بيته لمدة نحو شهرين ثم قرر حميتي إن الزول ده يمشي السجن بهذا القرار نفذوا عبر مجموعة من الدعم السريع مشت شالته من البيت أمام أعين الجيش وداخل القيادة العامة إلى سجن كوبر وخطته هناك الكلام ده يا جماعة ما هزار لأنه هذه المجموعة التي أخذت الرجل ده كان يمكن أن تتعرض إلى كمين لأنه بالتأكيد الناس الورع عمر البشير عرفوا انه هو ماشي السجن. وبالتاكيد كان يمكن ان يفعلوا الافاعيل في الفك ده ويقلعوا ومش القصه في انه ينجحوا في انه يقلعوه ولا يقتلوه في السكه ولا يقرضوا كده، القصه في انك انت بتعرض اسير وسجين بتاع الثوره الى ال ال الهلاك بدون ان بدون محاكمه بدون آآ ان آآ يكون للثوار راي الادهى والامر بدون ان يكون للمجلس العسكري راي تعالوا نشوفوا قال شنو قال انه حميتي قرر انه زول ده قال قال الزول ده يمشي وشالوا السجن طيب هل القصه دي تمت من خلال اجتماع بتاع المجلس العسكري هو ما في كلام بهذا المعنى طيب هل القصة دي إذا كانت تمت بقرار هل تمت الموافقة يعني حميدتي قدم اقتراح في المجلس العسكري ثم المجلس العسكري قرر بالإجماع أو بالتصويت إنه أزول ده السين ثم تم تنفيذ هذا الأمر عبر قوات الدعم السريع هل القصة كانت كده والكلام ده تم بموافقة الدعم السريع اجماعا عفوا بموافقة المجلس العسكري اجماعا او آه تصويتا ما في كلام زي ده ما, في كل ما هو لم يذكر ذلك لكن الذي يقول لنا انه ما في كلام زي ده حصل هي العبارة الاخيرة ان حميدتي لما يقول كلام ما في زول بيقول له لا العبارة دي بتقول ان حميدتي عمل اللي هو عايزه شال الزول ده دخلوا السجن لانه داير يدخلوا السجن والكلام ده ما كان في مجلس يمكن يكون براو ولا ضرب لهم تلفونات ولا حتى بعد ما وداه وكلمهم وما في زول قال له لا وده بيوريك كيف كان يدار السودان في تلك الفتره مش كده وبس تعالوا نشوف اثناء الحديث ماذا حدث قال والله يعني احنا يوم عشرة وقاعدين في مجل في مكتب كمال معروف قررنا انه ننحاز الى الثوره عملنا اجتماع الاول والاجتماع الثاني وتم اتخاذ القرار طيب مشى البرهان للبشير السؤال ليه البرهان؟ ما دام مجلس دي لجنه امنيه لغايه الان هو لم يصبح مجلس عسكري دي لجنه امنيه هذه اللجنه الامنيه قررت ان تنحاز الى الشعب والى الثوره ما في مشكله خلينا نمشي بهذه بهذه التعبيرات التي استخدمها طيب ليه البرهان هو الذي يمشي للبشير هل الكلام ده كان بقرار في المجلس في 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 اللجنه هل قرار لا في حته ثانيه قال المهندسين الأساسا هندسوا هذه المساله هم جوش ومصطفى محمد المصطفى طيب جوش ومصطفى محمد المصطفى دول هم المهندسين بتاعنا اللعبه دي كلها دورهم شيروا ليه ما مشوا كلموا الراجل ده والقصة ما 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 داير لا زول مقبول ولا ما مقبول لدى عمر البشير القصة داير عمر البشير خلاص انتهى انتو قررتوا انه انتهى وانه تنحازوا للشعب عمر البشير اصبح الان يزعل ما يزعل يطرش يضرب راسه بالحيط دي ما المشكلة اصبح الان اسير ما في ولا واحد قادر يمشي له وما كان في قرار لا ابن عوف اللي هو الوقت ده كان اكبر واحد فيهم من حيث الرتبة وكان وزير للدفاع وكان أيضا القائد العام ما مشه ولا آآ آآ نائبه ما مشى ولا صلاح الأقدم من البرهان بدفعة ما مشى التراتبية ما بتجيب البرهان السؤال كيف تم اختيار البرهان رأيانا اختاروا حميدتي وحميدتي هو الذي أصر إنه البرهان يمشي. طيب. في حتة ثانية قال إنه لما خلاص قرروا القصة دي محم البرهان قال هو قاعد واقف شوفوا يا جماعة الطريقة اللي بتدار السودان ده. هو قاعد في المكتب بتاعه شايف من الـ 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 النافذة إنه البرهان ماشي هو ومحمد عبد الرحمن محم... مصطفى محمد المصطفى باتجاه البيت بتاع آ... البشير ماشي الناس ماشيين بدون تامين صح داخل القو... داخل القياده العامه لكن بدون تامين ديل ماشيين يقولوا لي زول انت مع السلامه لرئيس جمهوريه انت مع السلامه يعني ما في ما في زول مؤمنهم اصلا مشوا براهم بحسب كلامه وفي مكان معين محمد مصطفى زاق مصطفى محمد المصطفى زاق خلى البرهان يمشي بلاه ده ده ده, ده كيف حصل؟ ده حصل نتيجه لشنو؟ وليه وليه ما تمت معاقبه مح... مصطفى محمد المصطفى لانه زاق؟ المهم دخل البرهان وجمارك انا رايي الشخصي القصه ما كده القصه دي كلها قايم بعد الدعم السريع، الدعم السريع هو اللي قرر انه او هو الذي قرر انه الذي اللي اللي يسحب البرهان وما في زول قال له لا وما لانه ما في زول بيقدر يقول له لا والسبب انه داير يعظم وضع البرهان لقدام نعم حنشوف ليه هو داير يعظم وضع البرهان هنا. الحاجه الثانيه انه من كان يقوم بالتامين هو الدعم السريع. الجيش ما كان عنده أي علاقة بهذه المسألة للجيش إنحاز للشعب إنما الإنحاز للشعب هو بحسب كلام صلاح ما ده ما تفسيري يعني أنا ده كلام صلاح ذاته قال الهندسة أصلا تمت بواسطة جوش ومحمد المصطفى أو مصطفى محمد المصطفى والتنفيذ اللي قام به برهان برهان ده في الترتيب يجي نمرة أربعة ونمرة خمسة وأصلا كان المفتش العام والمفتش العام دي يعني يعني ليست وز... يعني يعني شو الزول ده كان قدامه منه كان قدامه ابن عوف وكان قدام وابن عوف ده اسلامي وكان قدامه كمال معروف اسلامي وكان قدامه مجموعة حتى قوش تزعت وكان قدامه صح ما عسكري وما ما جيش لكن كان قدامه ده كلهم كانوا قدامه ومع ذلك ودوه فالوده ليه لما انت تجي تحسب القصة دي انه الراجل رجع بس الراجل رجع قال لهم خلاص يا اخي الزول ده قال لكم ما في مشكلة وابقوا عشرة على البلد يا سلام يعني مسألة بس مشت بهذه الطريقة دي يعني دي مسألة غير منطقية ده كلام ما في تسلسل منطقي للاحداث تعالوا نؤكد كلامنا ده كيف بعد يومين من المساله دي طبعا تكون المجلس العسكري والمجلس العسكري كان فيه كل اللجنه الامنيه ما عدا جوش ومحمد المصطفى الناس اللي صنعوا الانقلاب ده تم زحلقتهم الانقلاب ده احنا قلنا فيه ثلاث اشخاص هم اللي لعبوا الدور الاول مش الانقلاب يعني الانحياز للثوره تم اه فيها ثلاث اشياء اه اساسيه اللي ال 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 بحسب كلام صلاح المهندسين كانوا ناس الامن والاستخبارات اللي هم الاثنين ديل اه محمد مصطفى محمد المصطفى وجوش جوش كان الرئيس وهو اللي دبر كل هذا الامر الثاني اللي كان مغطي القصه دي بحسب ما قاله محمد صلاح قال احنا جبنا خلينا الدعم السريع ده جوة الخرطوم عشان يؤمن يؤمن الثوره ويؤمن الجيش يؤمن من منه ما انتوا الجيش ذاتكم اللي قلتوا دايرين تشيلوا الزول ده وتنحازوا الى الشعب فيؤمن من منه ثاني يؤمن من الشعب ولا يؤمن من الكيزان ولا يؤمن يتم... من منه فدي برضه ما قالها لكن ده بيوريك انه الحاصل ده بعد يومين الناس في, في, ال في الثوار قالوا ما دايرين ابن عوف وما دايرين كمال القصه دي مشت فتره تيجى قال يا جماعه الناس دي قالت ما داير الناس ديل يمشوا يمشوا ومشوا مشوا لانه الزول دا قال ما دايرهم مش لانه الثوار قالوا ما دايرهم يعني هم لما حمدتي قال الكلام حمدتي بعد ما مشى صلاح قوش ومصطفى محمد المصطفى اصبح الرجل الاول في وجود كل قاده الجيش اصبح الرجل الاول اصبح الرجل الاول وقال ان السواردل ديل ما دايرين ابن عوف ابن عوف يمشي ومشى ابن عوف ومشى كمال معروف مشوا ومشوا ناس تانيين قالوا ان حمدتي واحد واحد في وجود المجلس العسكري بدون ما واحد يقول كلام وكل الموجودين في المجلس العسكري ده كانوا اختيار حميتي حميتي هو الذي اختار هؤلاء الكلام ده ما كلام أنا يعني ارجعوا للكلام اللي بيقولوا صلاح و... و... واستفيدوا من قدراتكم الذهنية والعقلية والتحليلية وحللوا الكلام ده زي ما هو عشان ما في واحد يقول والله إتواقف مع حميتي انا ضد حميتي وضد الناس ديل ذاتهم لانه دي الطريقة اللي كانت بتدار بها البلد طيب الكلام ده جه من وين؟ يعني ليه حمدتي داير الناس دي؟ صلاح قال كلمه خطيره جدا، رغم انه الان هو واقف مع الجيش ودي حاجه طبيعيه جدا هو ابن هذه المؤسسه يعني هو ما واقف مع حمدتي الان الليله دي ما واقف مع حمدتي وما في زول بشكك في القصه دي لكن ليه؟ لانه هو ابن هذه المؤسسه يا اخي لو بيشجع لك فريق كره قدم لو يتغلب ما بتقول لا فهو كده هو عمل بهذه المساله الان هو مع الجيش وما مستعد يحارب لكن في ذلك الوقت قال عباره رهيبه جدا قال حميت صاحبي قال البرهان صاحبي أ... القصه دي ممكن تمشي ساي يعني ممكن الزول يمرر رسائل ويقول يعني كلمه ما مهمه ولا سقطه ولا اي لكن لا دي سلوك ده سلوك انت بتن بينتج نتيجه لهذا الكلام ولو رجعنا للفيديو اللي قال في الفيديو بتاع فضل الاعتصام اللي فيه حدث ما حدث نذكر حديث صلاح ده المفت... هنا كان كان المايك كان مفتوح صلاح ده قال شنو؟ قال والله الناس ديل تعبانين ساي آه ما عارف ما عارفين ساي انا والله اقعد من حمدتي وده ما القصد منه انه يوري نفسه اقعد من حميتي ما في زول بيوري نفسه اقعد من زول لكن ده يقول انه يعني ده نوع من الدفاع الخفي بيطلع من اللاوعي على الهجوم اللي كان آه مهاجم له ضد حميتي لذلك كان بيقول الكلام ده تعالوا نمشي لحاجة تانية لما نعمل فيه نفس الكلام لما نعمل فيه حميدتي نفس اللي عملوا آ... في آ... مع مع البشير اللي هو انه كان لما نزع البحرد ومشى قاعد في مكتبه في نمره اثنين أجاهم منه جاو البرهان برضه بقصه انا صاحبي ده مشى جابه السؤال هل البرهان مشى بتفويض من اللجنة الأمنية أو حتى من المجلس العسكري أم براه؟ صلاح ده ذاته قال في حديثه في اللي قاعدة قال أنا مشيت له ومشيت له براي ليه تمشي له براك ده ما دولة دي ما شغل ده ما دي ما عزومة لعقد ده دولة دي دولة دايرين تديروها ما دايرين مش ما بيقدر مش ما في حاجة بتجبر حميتي ولا صلاح ولا أنا ولا أنت ولا فلان إنه إذا ما دايرين نبقى لأن هي الأمانة دي صعبة ذاتها يعني فأنت يعني المسألة بتاعت حميتي صاحبي والبرهان صاحبي وياسر صاحبي وفلان صاحبي وكذا دي مسألة بتاعت سلوك نمط سلوكي بيترتب عليه التأثير على القرارات بشكل أو بآخر إما بقبول قرارات لم تدرس أو لم تعرض أو كده خاصة أنه صلاح نفسه بيقول أنه أنا كل الوقت كنت قاعد في مكتبي حتى ضباط نفسهم بيقولوا له يا أخي يا صلاح يا أخي أنت ما تمشي تقعد مع الناس دي ليه سعادتك أقعد مع الناس دي ليه شوف السياسة دي ماشية كيف لكن ما كان بيعمل كده أو حسب ما هو قال ما كان بيعمل كده ليه انا مثلا مع شبه واخوي ودفعتي ودكاسي ود كده طبعا انا ما بقصد انه هو آه كده لكن انا بقصد انه دي الطريقه اللي بتدار بها المسائل يعني عشان كده اللي احنا وصلنا له ده ما غريب انه بلد ماشية تتقسم والان هنالك حديث عن آه قوه دوليه تاتي من الامم المتحده عشان الاغاثه وعشان حمايه الناس وفي النهايه حنصل الى نفس النتيجه بتاعت تتقسم ده براو ده براو ده لانه الناس ما واعيه ما واعيه فالقصه يجب ان ناخذها من هذه المساله في موضوع خطير جدا جدا انا اريد ان اتحدث عنه لكن كده خلونا ناخذ لنا آه نص دقيقة كده شمت نفس ونروي كده ونجيكم آه الحقيقة أنا عندي نقطتين مهمات بعد أن تحدثنا عن القصة بتاعت صاحبي وغيره الأولى بتتعلق ب حديث صلاح عن أو الحقيقة الحديث المتناقض اللي قاله صلاح آآ عن تسليم ابن عوف للسلطة لأنه ده له دلالات في رأيي النقطة الثانية ودي النقطة الأهم هي رغبة حمتي في شراء التصنيع الحربي بكامله فده نتكلم في النقطتين عشان أختم بهم حديثي آه اليوم في هذه الحلقه. طيب، في حديثه عن آه تسليم ابن عوف للسلطه قال حاجتين متناقضات. قال نمره واحد انه ما كان لابن عوف ان يسلم السلطه. لا هو ولا كمال معروف. دي قال في جزء من الحديث ثم عاد وأنكر كلامه الأول ده وقال إنه تسليم ابن عوف للسلطة كان أمرا جيدا وأوقف سيلا من الدماء الحاجتين دل مع بعض ما بيجوا لا من الناحيه العسكريه ولا من اي منطق اخر يمكن ان تتحدث عنه ما هو ما ممكن الشيء وضده الاثنين يكونوا صح في موقف معين يعني في موقف مع... هل هل تسليم ابن عوف للسلطه وقبوله بان يتم زحلقته او يتم رفضه وينحاز الى رغبه الثوار انا هنا ما حقول ينحاز الى رغبه حميتي لانه حميتي حقيقه هو الذي قرر انه الزول ده يمشي وفعلا مشوه لكن بيبقى خلينا هنا نتكلم انه أن أصل القصه اتت من انه الثوار ما عايزين الاثنين دول فهل قبولهم بالامر ده حتى وان كان من حميتي يعني شيء جيد يعني نحسبه ليهم آه انه حاجه جيده بعدين نحاسبه النوم ولا ما نحاسبه إنه موضوع ثاني ولا هو هم كان ما مفروض يعملوا كده الاثنين ما بيجوا مع بعض الخيار واحد بس يعني يا يمشوا يا يقعدوا بعد كده تبقى في حرب هذا التردد بيأكد السلوك اللي احنا كنا بنتكلم عنه بتاع صاحبي لانه في النهايه ال الازعان ده سواء لرغبة الثوار أو لرغبة حميتي تم والناس للمشو أمام أعين ضباط الجيش ما هو فيه, فيه جانبين في جانب انه الثوار فعلا قالوا احنا ما دايرين ابن عوف وما دايرين كمال معروف اللي عزز القصه دي حميتي ما اي زول تاني ما كان يعني ما كان المجلس منقسم لفسطاطين واحد منه قال كذا لا حمدتي قال الزول ده قالوا الثوار قالوا يمشي يمشي ده كلام صلاح انا ما جبته من عندي ممكن ترجعوا لل لل انا هحاول اجيب لكم في صندوق الوصف آه اللقاء ده طيب اذا ده الشغله دي هل هي صح ولا غلط؟ لانه يعني قلنا الاثنين مع بعض ما بيجوا وده بوريك انه الناس كانت خايفه من حميدتي. لانه شالوا اكبر زول. من حيث التراتبيه من حيث الوظيفه، زول كان وزير الدفاع النائب العام يعني القائد العام للجيش ووزير الدفاع ونائب عمر البشير. شالوا دي كانت واحدة ودي من الحياة اللي بتوريك نمط السلوك بتاع المجموعة دي كلها ما ده ما صلاح بس دي المجموعة كلها المجموعة كلها كانت تخاف من هذا الحميتي ومسلمة رقبتها كضاب أي واحد فيهم يقول لا لأنه ده اعترافاتهم هم وتعالوا نرجع للفيديوهات اللي كانت تتحدث عن حميتي من كباشي ومن ياسر ومن البرهان نفسه ومن غيره كلهم كانوا مقدسين بيعتبروه هو اللص الشريف دي واحد أصلا ما كان فيه وكانت في فردية في التعامل معه كل واحد من هؤلاء الضباط عايز يكسب هذا الرجل بشكل أو بآخر لكن الأخطر من ده وأنا ما يعني, يعني أنا أفهم مثلا إنه أنا كملكة كم وده التعبير اللي بيقولوا ناس الجيش للمدنيين يعني ممكن يكون ما عندي حس امني يعني انا كملكي ممكن يكون جدا ما عندي حس امني لكن اي عسكري في اي مجال مما ما هو جندي صغير صف ضباط ولا اقل صف عسكري ولا عريف ولا اي شيء من لغايه اكبر واحد ان يكون ما عندي حس امني دي مشكله حمدتي بحسب كلام صلاح انه طلب قال لهم يا جماعة التصنيع الحربي ده كلفكم كم انا عايز اشتري ماشي كل هذا الجهد بانه ادوه 30% من التصنيع الحربي السؤال اللي بهمني انا لما نجي شخص يطلب منك انت كمجلس عسكري انه يشتري التصنيع الحربي الذي لا تعرف وزارة المالية اي حاجة عنه والذي يسيطر على كل شيء موجود في السودان ويطلب انه يشتريه حتى اذا افترضنا جدلا انه هو عنده القيمة الكاملة لدفع هذه المبالغ لو انت عرضت ليه بتريليونات القروش انت حتوافق عليهم لو هو بيقدر يدفع يعني القصة دي ما بتحسسك بأي خطر يعني ما بتحسسك بأي خطر يعني يعني انا اجيك في البيت اقول لك يا اخي والله دارك تمرق من بيتك ده عشان انا اسكن فيه لانه عجبني دي ما بتستفزك او اجي اقول لك يا اخي التصنيع الحربي اللي هو قايم عليه والجيش الان والانقاذ دي كلها قامت على التصنيع الحربي ده يجيك واحد كده بس فجاه ينط كان راعي بتاع ابل انت عظمته جبته لغايه ما وصلته النائب الاول ثم بعد ذلك جاك في اجتماع في ونسة في هزار في بتاع اللي انا داير اشتري التصنيع الحربي انت ما حسيت بخطر؟ يعني بس بلعت القصه دي ساي وبعدين كمان مش كده مشيت معاه وديته 30% يعني يعني دي يفهموها كيف غير إن هذه المجموعة متواطئة كانت مع حميتي وإن حميتي كان هو الحاكم الفعلي للسودان طيب انتم شاكلين انه ليه يعني شنو يعني شاكلين انه ليش يعني؟ ما هو جابكم اول شيء انتوا كمجموعه اللي قعدتوا معاه واصبحتوا مجلس سيادي بعد يعني اصبحتوا مجلس عسكري في الاول ثم اصبحتوا مجلس سيادي اختاركم هو واحد واحد ولما جيتوا في المجلس السيادي هو الذي اختاركم ومشيتوا دقيتوا للباب قلتوا له لو ما جيت احنا ما بنجي وجا قال لكم يا جماعه انا داير اشتري التصنيع انتوا عندكم شنو في البلد غير التصنيع الحربي ده انا داير اشتري كله يعني نقول قلت لك لكتو في ناس جابوا لكم هنا 30% ده معناه شنو؟ يعني حميت ده لو صبر شويه كان شال التصنيع الحربي ده وخلاكم عرايا قاعدين في الشارع. والدليل اول من اول المعسكرات الذي حاول ان يهاجمه هي التصنيع الحربي. يا جماعه انتوا وين؟ انتوا كيف ت... يعني انتوا كيف تشيلوا ده لو جوا انت تخيل انه مثلا اي دوله الامارات اللي هسه نحن واقفين لها في رقبتها دي كان جات قالت لكم ادونا التصنيع الحربي مجرد الس... مجرد السؤال ما بحسسكم باي خطر يعني بلاش الامارات اوغندا دي اللي بينك وبين جنوب السودان يا بيت لك انا داير مش دار دا. انا بديك التصنيع على الحرب انا بديك قروشك كامله بس اطلب الدار تطلبه يعني ما ما في اي احساس بانه في خطوره في الحته دي انه الراجل ده في وراه حاجه وحاجات كثيره جدا جدا وانه تعاظمه ده اكبر من انه يقعد في مجلس سيادي يعني ما فهمتوا القصه دي يعني ما في رساله في الشغله دي يا جماعه انا داير هسه انا لو جيت عندي قرش الدنيا دي كلها ومشيت للجيش ده في ظل السلم ما في ظل الحرب الموجوده دي قلت لهم يا جماعه داير التصنيع الحربي ده بخلونا امشي ساكت كده على رجلين يا جماعه القصه دي البلد دي كانت بتدار كيف يعني؟ يعني إذا كان البرهان كان يزبد ويلعن لأنه محمد الفكي قال للناس ما قال له قال للناس هبوا لحماية ثورتكم انت يجي أي واحد ايا كان هذا الواحد يقف قدامكم يقول لكم انا داري اشتري التصنيع الحربي وتقعدوا تاكلوا اكلكم وتشربوا شرابكم ما عندكم اي مشكله وكمان تدوا 30% يعني خلاص الاولاد قالوا لا انتوا ما عندكم اي احساس امني بانه القصه دي خطره وانه القصه دي معناها السودان كله الى زوال انت نحن اوصلوا يعني السبهله دي هي اللي وصلتنا للي احنا فيه الان الرجل ده <applause> ونطليه الدفاع عن القيادة العامة وعن بيوت الضباط العظام يا جماعة ده اقول شنو ده يا جماعة ده اقول سيبوني من الكيزان وغيره والكلام الفارغ ده هسي ده جيش ده ده شغل جيش ده ما شغل بتا. حتى لو كانوا كيزان يعني ده شغل جيش الزول ده لما قامت الحرب دي بعيدا من منو كل الناس مسكون المفتش العام البتاع اكثر من 150 ضابط عظيم كان هو واسرهم ماسكون ولا سكون لاسي يعني انتوا انتوا كنتوا بتفكروا في شنو يعني؟ يعني بتفكروا في شنو ما قادر افهم انا. المهم على اي حال آآ آآ ده اللي احنا وصلنا له من خلال ما قاله الفريق اول ركن مهندس طيار الدكتور صلاح عبد الخالق ودرج شهادته مفهومه جدا ولكن تخوف بصراحه تخوف يعني تخوف والقص والجس... يعني تخوف لانه يعني بتوريك احنا وصلنا لغايه وين القاده بتاعنا شكلهم عاملين كيف وانه ممكن يضيعوا البلد بقصه صاحبي وصاحبك وكده يعني ما ببساطه شديده ما في زول فيهم بي... يعني وصلوا فريق اول ومع ذلك يعني شيء غريب يعني صلاح ده نفسه لم ينتبه الى انه البرهان قسم الدفاع الجوي الى 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 طيران براو والهناي براو ما انتبه للقصه دي اصلا يعني ما انتبه للفكره من جاي ليه سبب شنو يعني ما هو لما كان موجود كان رئيسنا الاثنين ثم انفلقت القصه بقت اثنين، يعني ما فكروا فيها يعني، لو فكروا فيها كانوا يعرفوها يعني. على اي حال، يعني <applause> آه هذا ما حدث يعني، وهذا ما قاله، ده يعني قليل من كثير قاله آه فريق اول آه صلاح، ده آه كيف البلد كانت، بس. انا ما داير اطول اكثر من كِذَا لأن حقيقة كل سطر من اللي قالوا صلاح محتاج إلى حلقة لكن احنا جمعناه كلها في حلقة واحدة نسأل الله يعني ان البلد تكون في أمن وأمان ان شاء الله بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي وإلى لقاء قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعًا لم نقصده ولم نسعى إليه، وهذا الرأي وإن كان خاصًا، نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المفظع عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضًا حبًا كان ذلك أو بغضًا، ولا نأمل إلا نصحًا. فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد فضلا لا أمرا أيها المشاهد الكريم أيتها المشاهدة الكريمة إدعما هذا العمل بالضغط على زر الاعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق وشكرا